وانا مش عايز اتفرج على فيلم مروان بسبب اللي انت مشغلاه ده. روان متجوزه بهدلني؟ هو انا كنت بعمل حاجه اصلا في بيت اهلي؟ هو انت متجوزني علشان تبهدلني؟ انا ما كنتش بعمل حاجه في بيت اهلي، كنت متستته ومتهنيه. انا مش هعمل حاجه واتصرف بقى. روان في أول كام يوم جواز دبت خناقة مع جوزها وصوتهم عالي، ولكن هو كان بيحاول يراضيها ويلم الموضوع قبل ما يوصل لأهلها ويكبر. إيه اللي حصل بين روان وجوزها وليه اتخانقوا كده؟ مفاجأة صالحها إزاي؟ روان من الأول ماشية بمبدأ اللي أوله شرط آخره نور، وكلامها كان واضح إنها لا بتعرف تطبخ ولا تروق ولا تنظف، وشغل البيت ملهاش فيه. أمها كانت مدلعاها هي وسلمى لدرجة إنها يوم كتب الكتاب أكدت عليه المعلومة وقالت له طبيخ ومطبخ ماليش فيه، ما بعرفش أطبخ. ولما اتجوزوا أول فطار عملوه في بيتهم كان أحمد جوزها اللي محضره معاها وعمل البيض في الطاسة، الترند اللي قلب الدنيا. لكن أحمد عايز يخلي روان لهلوبة في البيت ومن الأول كده يعودها تنظفه وتروقه. روان طبعا ما قدمهاش حل غير إنها تحاول، لأنها عارفة إن بقى ليها بيت مستقل وهي مسؤولة عن كل حاجة فيه. وفعلا ظهرت روان وهي بتنظف البيت وماشية بتنهج وتجر في المكنسة على آخرها، وعفاريت الدنيا بتتنطط في وشها من كتر عصبيتها. واللي عصبها أكتر قعدت أحمد في الليفينج بيتفرج على الفيلم وبيعلي صوته علشان تسمعه، بيقول لها إيه يا روان أنا مش عارف أتفرج على الفيلم من صوت المكنسة العالي ده. فهي ردت بنفس نبرة صوته وقالت لما هو أول أسبوع جواز وبيحصل معايا كده، أمال بعد شهر هيحصل إيه؟ وفجأة صوتها عالي أكتر وزعقت لأحمد وقالت له ما تقوم تساعدني شوية. أحمد كانت طريقته مستفزة جدا لروان وبيرد عليه وهو باصص للتلفزيون ومركز في الفيلم، وبيقول لها هو أنت بتعملي إيه يعني يا روان؟ ده أنت بتكنسي بالمكنسة الكهربائية. هي عصرت على نفسها ليمونة وكملت وكانت بتجر فيها، لكن وصلت للحظة وقفلتها وقالت له أحمد أنا مش لعبة، أنا مش أسبوع جواز عمالة أجر في المكنسة وألف بيها في الشقة، أنت متجوزني علشان تبهدلني؟ أنا ما كنتش بعمل حاجة في بيت أهلي. أحمد بيحب روان جدا ومستحيل يشوفها زعلانة من حاجة أو متضايقة وما يصلحهاش. اللي خلاه يغير شقته من مكان لمكان قبل الجواز مش هيرضيها ويريحها دلوقتي، وجاب لها مكنسة جديدة وفاجئها بيها. في البداية روان استهترت بيها وقالت له ايه دي مش حلوة، والغريبة انها لسه في الكرتونة ما شافتهاش. احمد قال لها كلمتين حلوين يروق عليها بيهم، انت بنت ناس وانا متجوزك علشان اهنمك وستتك واخليكي ست البنات. روان قالت له اه علشان كده جايب لي المكنسة دي اللي مش بتشتغل حلو. احمد بص ليها كده وقال ايه دي اللي مش بتشتغل حلو، انت عارفة امكانياتها اصلا ولا بتعمل ايه؟ اسكتي والنبي يا روان. ووراها امكانياتها واهمهم انها من غير سلك خالص وشغلها وكنس بيها السجادة كمان. ورغم ان احمد ريحها وجاب لها المكنسة السهلة دي، ولكن برضو مش هتنظف بيها، وخلت احمد هو اللي يلف على الشقة كعب داير لفة كده يديها وش نظافة. أحمد كان مستغرب اللي بتقوله، ولكن بعد 5 دقايق ظهر شايل المكنسة وبيرقص بيها من خفتها وحجمها الصغير. طبعا أحمد وروان ربنا يهدي سرهم ويخليهم لبعض زي السمن على العسل، ومفيش أي خلافات ولا خناقات بينهم، وده مجرد إعلان بطريقة غير مباشرة في شكل سكتش تمثيلي بينهم مش أكتر.